ثلاث اوقات الصلاه فيهم مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اننا نصلي في الاوقات دي. ركز معايا في الفيديو ده، ويا ريت قبل ما نبدا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الوقت الاولاني اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه عن الصلاه وان حكم الصلاه فيه مكروه هو من بعد ما نصلي صلاه الفجر لحد بعد شروق الشمس ب 16 دقيقه تقريبا. يعني الفجر اذن وصلينا سنه الفجر وخلاص صلينا صلاه الفجر، من الوقت ده بقى ما ينفعش تصلي لحد شروق الشمس او لحد بعد شروق الشمس 16 دقيقة. حضرتك هتشوف النتيجة شروق الشمس بيكون الساعة كام، وبعدها ب 16 دقيقة ممكن تبدأ تصلي لو حبيت تصلي، وده لأن الوقت اللي كان بيتعبد فيه عباد الشمس للشمس. أما الوقت التاني اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه عن الصلاة هو قبل صلاة الظهر بحوالي تلت ساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن الوقت ده اللي بتصعد فيه نار جهنم، فربنا يكفينا وإياكم من نار جهنم ويجعلنا من أصحاب الجنة بإذن الله. أما تالت وقت النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه عن الصلاة وهو من بعد صلاة العصر لغاية صلاة المغرب، وده برضه كان من أوقات تعبد عباد الشمس للشمس، عشان كده النبي صلى الله وسلم نهى اننا نصلي في الوقت ده. احنا كده عرفنا اوقات النهي عن الصلاه، تعالوا بقى نعرف كام حاجه تخص الموضوع ده. مبدئيا اوقات النهي عن الصلاه بتكون عن النفل المطلق، اللي هو مثلا انك تكون عاوز تصلي ركعتين لله في الوقت ده، فده ما ينفعش. لكن افرض مثلا انا عندي صلاه ليها سبب، يعني مثلا انا عندي صلاه فاتتني فرض وافتكرته وعاوز اقضيه، ينفع اصلي في الوقت ده؟ ينفع تصلي. واحد مقدم على امر معين مثلا وعاوز يصلي صلاه استخاره، هل ينفع يصلي صلاه استخاره في الوقت ده؟ ينفع. واحد دخل مسجد وعاوز يصلي سنه تحيه المسجد، هل ينفع يصلي صلاه تحيه المسجد في الوقت ده؟ ينفع. ودي سماها العلماء ذوات الاسباب، الصلاه اللي ليها سبب ينفع ان انا اصليها في الوقت اللي مكروه فيه الصلاه. تاني حاجه ناخد بالنا منها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن وقتين من الثلاث اوقات اللي اتكلمنا عنهم كان بسبب ان عباد الشمس بيتعبدوا للشمس في الوقت ده، ودي بتكون احدى الفلسفات المهمه جدا في الاسلام، وهي مخالفه الكفار. طب انا كده تمام فهمت وعرفت الاوقات اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيها عن الصلاه، بس انا دماغي ممكن تاخدني في حته معينه كده، اللي هو ليه في اوقات الصلاة فيها مكروهة؟ ايه السبب؟ اقول لحضرتك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بينزل عليه الوحي كان بينزل عليه من عند مين؟ كان بينزل عليه من عند ربنا سبحانه وتعالى، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وايات كتير في القران الكريم فيها الامر بطاعه ربنا عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ده غير الآية الكريمة اللي بتقول إن هو إلا وحي يوحى. فربنا عز وجل أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم إن الأوقات دي ممنوع فيها الصلاة. فالأصل عند العبد إيه؟ إنه يقول سمعنا وأطعنا، سواء عرف السبب أو ما عرفش السبب. حضرتك عاوز تفكر في السبب، والله أهلا وسهلا، ابحث واعمل اللي أنت عاوزه، وعلى فكرة دي حاجة كويسة جدا وعبادة لله سبحانه وتعالى. ولو وصلت للسبب يبقى اللهم لك الحمد. طب أنا لو ما وصلتش للسبب أعمل إيه؟ يبقى وجب عليك طاعة العبد لربه، فزي ما قال لنا النبي صلى الله عليه عن رب العزة ان دول ثلاث اوقات الصلاة فيهم بتكون مكروهة. كده نكون خلصنا فيديو النهاردة، وخليك فاكر ان الدال على الخير كفاعله، ومش شرط انك تعمل شير للفيديو، مهم انك تعمل بالكلام اللي قلناه مع بعض وتبلغ بيه. اللهم تقبل منا صالح الاعمال وارزقنا الثبات على الطاعة ولينا القلب. اللهم امين. سلام.